هاي الألعاب البارالمبية هي تاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات بشارك فيه رياضيين بدرجات إعاقة متفاوتة، وبتحصل هالألعاب على دورتين صيفية وشتوية. أول دورة لها كانت سنة 1988 بمدينة سيول بكوريا الجنوبية، بينما الانطلاقة كانت عبارة عن تجمع صغير لقدامى محاربي الحرب العالمية الثانية سنة 1948 لتصير بعدها من أكبر الأحداث الرياضية الدولية بمطلع القرن 21. بيتم تنظيم دورة الألعاب البارالمبية بالتوازي مع الأولمبيكس، بالوقت يلي اللجنة الأولمبية الدولية بتنظم دورة للألعاب الخاصة يلي بتشمل الرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية ودورة الألعاب الدولية للصم. مين قال إنه قبل إطلاق البارالمبيكس شارك عدد من الرياضيين يلي بيعانوا من إعاقات جسدية بالأولمبيكس، ومن بينهم راي أوري يلي ربح 8 ميداليات ذهبية بين 1900 و 1908؟ أنا قال شوفكم بكرة.